شكرا للزميل جواد بادة. أخيرا الوداد يستعيد ذاكرة انتصارات قاريا بعد الفوز الصريح على اليوبار، علما بأن النادي الأحمر عانى الأمرين قبل أن يحقق هذا الفوز. هكذا كانت البداية بأقدام إيفوارية والموقع باكاري كوني في الدقيقة 20. فريق الوداد سيعود ليؤكد الحضور خلال دقائق الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة، عندما تمكن بكر الهلالي من تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 54 كما سنعاين. معاناة كبيرة على مستوى خط ظهر الوداد استفاد منها فريق اليوبار الذي تمكن من تذليل الفارق بهذه الكيفية. نادر المياغري عانى كثيرا وهذه واحدة من هفواته في هذه المباراة. وفي الوقت بدل الضائع تمكن عبد الرزاق المناصفي من تسجيل هدف الاطمئنان بالنسبة للوداد بهذه الكيفية، لتنتهي هذه المباراة لمصلحة الوداد بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ضمن فعاليات المجموعة الثانية عن الجولة الخامسة، مع التذكير بأن هذا الفوز هو الأول بعد تعادلين.